أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الإنفاق والاستمرار في التطوير لأنظمة السلامة والأمان الصناعي والحفاظ على البيئة والعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مطالبا باستهداف الطبقات الاستكشافية الجديدة العميقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطية. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي البرولوس ورشيد بالفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020. ومن جانبه استعرض المهندس شريف حسب الله رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، حيث بلغت مبيعات الغاز الطبيعي حوالي 309 ملايين قدم مكعب غاز يوميا ومعدل إنتاج المتكثفات حوالي 8000 برميل يوميا، مشيرا إلى أنه تم حفر واستكمال كافة أبار المرحلة 9B من مشروع غرب دلتا النيل العميق، مما قد يصل بالقدرة الإنتاجية إلى حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أنه قد تم استكمال أعمال الإنشاءات البرية في ساحة المعدية، وأشار إلى أنه يتم الإعداد لبدء حفر 3 أبار تنموية في المرحلة العاشرة من المشروع بتكلفة تقديرية حوالي 250 مليون دولار، وأنه سيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.